استطاعت العلاقات الكويتية العمانية على مدى السنوات والعقود الماضية التجاوب مع طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة والمتبادلة لهما في العديد من المجالات. وبأسس وركائز راسخة أرساها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وما تم إنجازه عن طريق التعاون بين الدولتين يشكل أرضية قوية ومسارا يتسع باستمرار لاستيعاب كل ما يمكن أن يعود بالخير على الدولتين والشعبين في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي سار دوما بخطى متتابعة وملموسة سواء من خلال اللجنة العمانية الكويتية المشتركة ومجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العديدة التي تغطي معظم مجالات التعاون بين الجانبين، أو من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين والكويتيين، وهو ما يتسع بدوره ليشمل مزيدا من المشروعات ذات الفائدة لكلا البلدين تجارية وعقارية وتعليمية وبيئية وغيرها. وشكلت العلاقات الراسخة بين القائد الراحل السلطان قابوس بن سعيد وسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إيمانا عميقا بأهمية وضرورة العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الخليج والمنطقة العربية ومن حولها، والذي كان قناعة دائمة لدى كل من الزعيمين. ويعزز من ذلك ما ربط بين القائدين من وشائج وصلات واتفاق في الرؤى ووجهات النظر حول العديد من الأحداث والتطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة. ومن خلال حكمة ورؤية الفقيد الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، شقت تلك الرؤى خطاها حرصا على تنمية العلاقات في شتى المجالات والحرص على استقرار المنطقة بعيدا عن الحروب والصراعات. علاوة على خبرتهما السياسية في مجال العلاقات الدولية، مما جعل البلدين الشقيقين قبلة لجهود السلام وأيضا لتنمية العلاقات الثنائية وخلق محبة جارفة بين الشعبين الكويتي والعماني من خلال الأحداث الرياضية والفنية والاجتماعية وتبادل الزيارات، مما أدى إلى خلق شعور إيجابي وانسجام في العلاقات بين البلدين الشقيقين. والعلاقات بين السلطنة والكويت تمتد لتاريخ طويل، وهناك امتدادات اجتماعية وتعاون في المجالات المختلفة، وتعد دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا في مجال الاستثمار داخل السلطنة، كما كان الدور الكويتي واضحا في دعم مشاريع التنمية في السلطنة في العقد الأول من سنوات النهضة المستنيرة، كما كان لسلطنة عمان دور ريادي في معركة تحرير الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم. ومن هنا أصبحت تلك العلاقات مثالا على المستويين الخليجي والعربي، وسارت ولا تزال العلاقات العمانية الكويتية بشكل متناغم ومتجدد متسقة مع تطابق الرؤى والتفكير الموضوعي في المتغيرات واتجاهاتها المختلفة، مما أعطى بعدا استراتيجيا واحدا. وبرزت السلطنة والكويت في مجال إيجاد الحلول التوفيقية في المنطقة والعالم، وهناك قبول بدورهما الإقليمي بسبب المصداقية والتوازن في الطرح السياسي المنطلق من حرص القيادتين الحكيمتين على بقاء المنطقة بعيدا عن أجواء التوتر.